السلام عليكم، عليكم السلام. اسمك الكريم؟ فاتن ياسين عبد. انت أرملة؟ بلي، صار لي سنتين. صار لك سنتين. شلون فقدتي زوجك؟ والله مانع بعد من الصبر. اي والله ما اقدر يعني تعذرين. ها فهمت. اي اي ان شاء الله. الله مسافر زين. سويتي راتب رعاية؟ لا، أنا يعني عندي تقاعد مالته، كان موظف هو. اي سويت تقاعد، بس تقاعد كل شهرين يعطوني 733، ثلاثة ياخذون تقاعدها عادي يعطوني 730. 730 اجاري بالشهر 450. اي فاني اكمل على الاجاري. اي والحين شبقت رب العالمين هو الحمد لله والشكر. الحمد لله. زين ايجار هذا بيتك؟ ايجار. دا اشوف وضعك كلش تعبان يوم، يعني وضع البيت. ما هذا وهم قلت لك راح نشيل من عنده اللي عنده يريد يبيعه. ها. فان شاء الله لو على نهاية السنة مو على العطلة، يعني الشتاء وهذا، فعلى نهاية السنة نشيل من عنده. ها على نهاية السنة ان شاء الله. زين هذول الاطفال اشوفهم مدارس؟ هذا عندي ثاني ابتدائي. شنو اسمك حبيبي؟ علي. علي. واسم بابا شنو؟ أمير. ها وهذه انت شنو اسمك؟ بقية أمير صاحب. ها حبايب. مدارس تسنيناتهم؟ مدارس. ها بدا اشوف الوضعية مال بيت يوم كلش تعبانة، شنو احتياجاتك؟ شو تطلبين؟ ممكن انه نوفر لك مثلا فرصة عمل، مثلا خياطة تقدرين تخيطين؟ والله يا ريت. او مثلا تنور تقدرين تخبزين بيه؟ ما تعرفين تخبزين؟ زين ماكينة تعرفين؟ اذا ما تعرفين؟ لان انا من المدرسة للكلية وبعد نص الكلية تزوجت. لا وبطلتي تركتي؟ حرامات. ها الله يكون بعون. زين اخوتك اهل زوجك ما يساعدوك؟ لا والله يعني هالزوجة احنا يعني ما يزوروكم؟ يسألون عن الاطفال؟ مستحيل. لا اله الا الله. يعني حتى ببيتهم عايشة وجدهم، بس جدهم منفصل عن بيتهم، ما فد يوم احد خابرني يعرفون التليفونات. واخوتي انا وياهم الثلاثه هم قبل ما يروح زوجي رحمه الله هم صارت مشاكل وبعد ما حد يحاكيني وما يحاكي. والله ذاك يوم منا اخوي فات حد ما قال بقيه بحياتك. دول اخوتي. لا اله الا الله. الله ان شاء الله رب العالمين هو سندك بالدنيا وبالاخره. بالله واللي خلاكم انتم سبب. رب العالمين احنا يوم مجرد حلقة وصل، يعني الله شاهد احنا لا شيء، يعني انه ما عطايا رب العالمين يمكن احنا نكون سبب. اي لكن احنا حلقة وصل بينك وبين المتبرعين، وان شاء الله نوصل صوتك. وعندك بنية كبيرة تدرس؟ عندي كبيرة. والولد هم ايضا نفسيته تعبان الولد. اي سادس السادس ترك الدراسة؟ ليش؟ الشاطر كان كل الشاطر. شنو سبب ترك الدراسه؟ من راح السند مالتنا بعد على غفله، لان ما حد متوقع هيك. تعب نفسيا يعني، تفاجئ شلون الصدمه صارت له. يعني حتى لا شنو الدنيا شنو موت بعد ما يدرب نفسه على بالك. لا اله الا الله. المدرسين مالته كلش ما قالوا كلش ذكي وشاطر، ليش هيك ما ادري. الله كريم الله كريم. يوم ان شاء الله الله يكون بعيني بعونك ويشد من حالك يا ربي ويساعدك على تربيتهم. الله يوفقك ان شاء الله. شكرا جزيلا.